درسنا مثلا في المحور الأول القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، درسنا الأئمة الأربعة، أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، مصادر التشريع الإسلامي، التربية في الإسلام، الشعور بنعم الله. كل هذه المحاور جاءت كالعقد الثمين، حبات من اللؤلؤ يضم بعضها بعضا. هذه الطبعة الحمد لله بعد أن انقطعنا لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، عدنا هذا العام وقد ساعدنا بوجود فريق الشروق معنا حيث غطى بعض النشاطات. الزاوية السيد الكريم على مدى 24 ساعة لا تتوقف عن مدارسة العلم الشريف وعن القرآن الكريم وعن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الإطعام. وهنا أحب أن أفتح قوسا مهما، كثير من الناس لديهم صورة سلبية عن الزوايا، وكثيرا ما ترتبط بعض الزوايا والتي في الحقيقة ليست زوايا ولا تمثل الزوايا نهائيا، ارتبطت ببعض المظاهر، ببعض الطقوس. وأؤكد مرة ثانية، لا علاقة لهذه الأماكن بالزوايا. الزاوية التي نتحدث عنها سواء الزاوية البلقائدية التي جئتكم منها أو الزوايا الأخرى، هذه الزوايا تقوم على القرآن الكريم، تقوم على العلم الشريف، وهذا الملتقى الذي نعقده خير دليل على ذلك، والتي كان عندها دور كبير ابان ثورة التحرير طبعا في نشر الإسلام أيضا وفي نشر اللغة العربية والحفاظ على العربية. إذا تذكرتم تحدثت معك في عدد سابق عن الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي جاهد في سبيل الله منذ 7 قرون، تحدثنا عن شيخ سيدي أبي مدين الغوث التلمساني رضي الله عنه الذي خرج مجاهدا مع صلاح الدين الأيوبي ضد الاحتلال الصليبي للقدس الشريفة ودفنت يده هناك وقفا على الجزائريين. حدثتك قبل قليل عن عدد كبير من قادة المقاومة الشعبية على رأسهم سيدنا الأمير عبد القادر، كلهم خرجوا من الزوايا. نتحدث عن 17,000 من طلبة القرآن الذين وقفوا صفا واحدا عشية دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر في سواحل سيدي فرج. نتحدث أيضا كما أسلفت الذكر بأن الزاوية الصماء أمان حفظت للجزائر وقتها. وما أحب أن أختم به هو أن هذا الملتقى المشرق والحمد لله استمر 8 أيام. ثمانية أيام بمحاضرتين كل يوم وندوتين ومناقشات. كيف تم اختيار الطلبة المشاركين لاستفادوا من خلال هذه الدورة؟ طبعا الطلبة هم طلبة الزاوية حوالي 200 طالب، ثم الدعوة مفتوحة لجميع الناس. وبعد أن يكمل هذا الملتقى يبث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحة الزاوية البلقائدية الهبرية سواء في اليوتيوب أو في الفيسبوك، ثم يتم طبع هذا الملتقى وأشغاله في كتب فاخرة فخمة كما تراها أمامك، تضم المحاضرات التي كتبت في أو التي ألقيت في هذا الملتقى. هذا العمل الجبار سيد الكريم يبقى وصمة جمال وحسن في وجه الجزائر المشرقة وفي وجه الزاوية البلقائدية التي نحييها ونحيي مشايخها والقائمين عليها من هذا المنبر.